أزهر الرياحي حرفي في صناعة الجلد أو ما يعرف بالسكاجة التقليدية من معتمدية قبلات بولاية باجة، حرفة توارثها عن والده وتعلق بها منذ الصغر، فحول ورشته إلى خلية نحل ينطلق فيها العمل منذ الصباح لتحويل الجلود المختلفة إلى قطع فنية فريدة تستغل لتأسيس البيوت والمكاتب وغيرها. ربي بديت معناها بديت بشوية بشوية بديت في الأتولي إنيسيال نتاع الوالد، فهمتني؟ الأتولي صغيرة فهمت؟ بكميات محدودة ووحدي أنا نخدم، معناها المراحل اللي شفتهم الكل أنا عديتهم نعديهم وحدي. ثم أنواع أخرين طول موريهم لكم، نقصوهم طريفات طريفات ونعملوا منهم نوع من الزرابي. طندونس خارجة، ثم برشا إقبال عليها واعطتنا تنويع في المنتوج اللي عندنا. تثمين المواد الأولية وحسن استغلالها إلى جانب الاهتمام بأدق التفاصيل والمراحل والحرص على جودة المنتوج ليشاع على المستويين الوطني والدولي، موهبة تقاسمها مع زوجته كذلك التي أغرمت بنفس الحرفة وأصبحت مورد رزقها الحقيقي ولمجموعة من العاملات بالورشة. خوف على خاطر حاجة ما نعرفهاش، ما نتصورش روحي باش ننجمها، من بعد بشوية بشوية تغرمت بها وحاجة باهية برشا من الأول، ومن بعد تلقى روحك معناها تخدم به. الابتكار والتجديد من خلال استعمال مادة الجلد كمادة أساسية للمنتوج لفتت اهتمام أحمد الرياحي الحرفي الشاب، والذي أخذ عن أخيه حب هذه الحرفة وسعى إلى تطويرها قصد ترويجها في المعارض والأسواق الخارجية بدعم من المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بباجة التي سعت إلى تشجيعه على تطوير موهبته. بحكم أنه أصدام مزول الجلود دونك حبيت نطور حرفة الجلد ونخرج منها حاجات ماهيش موجودة عندنا في تونس، حاجات مبتكرة باش نعطي فالوغ للخدمة هذه ونطورها ونخليها ديما متجددة ولا باج، معناتها ديما معناتها حاجة تواكب العصر الموجود العصر نتاعنا. الحقيقة كمندوبية جهوية للصناعات التقليدية قيمنا هالشيء هذايا من خلال يعني المشاركات نتاعهم اللي كانت في المعارض واللي كانت مشاركات ممتازة، منتوج يعني ممتاز وكفاءة هما عالية لأنهم براتيكمون زوز خريجي تعليم عالي هما. تحويل معتمدية قبلات إلى قطب لصناعة الجلد عبر تشجيع الحرفيين وتذليل الصعوبات التي تعترضهم ودعمهم هي نقاط أساسية من شأنها المساعدة على تطوير قطاع الصناعات التقليدية بولاية باجة.